الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي في الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من متقاء شهر رمضان، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سنن الوضوء، هذا هو حديثنا في هذا الدرس المبارك مع هذا الحضور المبارك وفي هذا البيت المبارك. سبق الحديث وسبق الكلام في الدرس السابق، وتكلمنا وبينا فرائض الوضوء، وقلنا بأن فرائض الوضوء كما تقرر ذلك في المذهب هي سبعة. أولا، النية، الدلك، الفور، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، فهذه هي يعني فرائض الوضوء سبعة. عودوا معي الله يجزيكم بخير، بس ننتقل إلى سنن الوضوء. أولا فرائض الوضوء النية، ثانيا الدلك، ثالثا الفور، رابعا غسل الوجه، خامسا غسل اليدين إلى المرفقين، سادسا مسح الرأس، سابعا غسل الرجلين إلى الكعبين. فهذه فرائض الوضوء. أما سنن الوضوء فهي كالتالي، وهي سبعة. إجمالا، غسل اليدين إلى الكوعين، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، مسح الأذنين، مسح الرأس يعني رد مسح الرأس، سابعا الترتيب. نعودها إجمالا، قلنا المضمضة غسل اليدين، ثانيا المضمضة، ثالثا الاستنشاق، رابعا الاستنثار، خامسا مسح الأذنين، سادسا مسح الرأس، سابعا الترتيب. ترتيب ماذا؟ ترتيب الفرائض، ترتيب الفرائض. إذا هذه هي سنن الوضوء إجمالا، ولك تفصيلها وبيانها. أولا التسمية، غسل يدين، عفوا غسل يدين إلى الكوعين، أما التسمية هذا سيأتي من فضائل الوضوء. إذا غسل يدين، فغسل اليدين سنة قبل إدخالهما في الإناء، وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك، والأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني مفهوم الحديث لا
لا يمكن للإنسان إذا استيقظ مباشرة أنه يغشي يده في السطل أو في الإناء حتى يصب على يديه ثلاث مرات، هذا إذا استيقظ. وكذلك إذا أراد أن يتوضأ، وكذلك إذا غسل يديه وتمضمض واستنشق ثم بطل وصل ليديه بطل الوضوء، يولي يعاود واش يغسل يديه ثلاث مرات أو مرة واحدة أو مباشرة يدخل يده في الإناء ويبدأ يغسل؟ لا، يعني لا بد أنه يكب، يعني يصب على يديه من الإناء ولا يدخل يده في الإناء. ولو هو أنه غسل وبدأ يتوضأ وبطل الوضوء ولا عاود، إذا ماشي كل راه موصول، لأن هذا كما قال العلماء غير معقولة المعنى، يعني في علوم تعبدي. ولهذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء التحديد يعني ثلاثا. إذا هو يلا توضأ يلا غسل ثلاث مرات ومضمض واستنشق وصل يديه بطل الوضوء، يولي عاود شنو يعمل؟ شنو كان يدير؟ يولي يشد السطل أو الربيني مثلا ويغسل ثلاث مرات، ثلاث مرات ثم يكمل الوضوء ديالو. إذا غسل اليدين إلى إلى الكوعين سنة. ثانيا المضمضة، ما هي المضمضة؟ هي إدخال الماء في الفم وخفخضته من شدق إلى شدق ثم بالجوع وارميوه وطرحوه، هذه هي المضمضة. يعني لا بد ماشي انه يمشي لمفهومه ويولي يرمي، لا، لا بد انه يخفض من عن اليمين وعن الشمال، يعني قد خفضته من شق الى شق، فهي سنه المضمضه. الاستنشاق وهو ان يجذب الماء بنفسه مع بنفسه، ان يجذب الماء يعني بنفسه جذبا قويا الا اذا كان صائما، ربما لم يوصل الحلق ديره إلا إذا كان صائما، فلا يبالغ في الاستنشاق. أم والاستنثار هو دفع الماء من الأنف بنفسه مع أصبعين، السبابة والإبهام ديال اليسرى ماشي اليمنى، يعني استنشاق هكذا الماء. بعض الناس أنه كيديرها يعني لا، هذا ما أتى بالاستنشاق. وبعضهم يعني يأتي بالاستنشاق لكن الاستنثار ما كيديروش بالسبابة والإبهام، يعني عبي نفسي، وهذا خطأ لم يأتي بالسنة كاملة. إذن الاستنشاق هو أن يستنشق الماء بنفسه، والاستنثار أن يدفع الماء بنفسه وأصبعين، السبابة والإبهام ديال اليد اليسرى هكذا. نعم. رابعا من السنن ديال الوضوء قلنا ثم خطوهم، ما هي؟ مسح الأذنين، مسح الأذنين ظاهر أن يمسح ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما وباطنهما، وأن يجعل سبابة في الصماخ ديال الأذن ديالو، في الثقب ديال الأذن، في الثقب الأذن هكذا، ثم يمسح التجاعيد وديك التكامش اللي كاين في الأذنين ديالو، فمسحهما سنة، فمسح الأذنين يعني سنة. خامسا مسح الرأس، المسح الأولى ولا الثانية قلنا؟ يعني الثانية، يعني رد مسح الرأس، رد مسح الرأس من القفا إلى منابت الشعر المعتاد، إلى مقدم الرأس، من مبخرة الرأس إلى مقدم الرأس، يعني هكذا إلى مقدم الرأس. نعم، فهي سنة. أما المسحة الأولى فهي ماذا قلنا؟ فهي فرض، والمسحة الثانية سنة. سابعا من سنن الوضوء ماذا؟ نسيت عليها، الترتيب. مزيان فتح الله عليك، الترتيب. نعم، ترتيب ماذا قلنا؟
ترتيب الفرائض مع بعضها، يعني ترتيب الفرائض، انك تقدم غسل الوجه على ماذا؟ يعني تغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الراس ثم الرجلين ثم الرجلين، يعني هذا هو الترتيب. والترتيب سنة، هذا هو المشهور وهذا هو المختار. ولهذا هو العلماء قالوا في قوله سبحانه عز وجل، قال العلماء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال يعني العلماء جاء التعبير بالواو، والواو تفيد هي لمطلق الجمع، يعني مطلق الجمع، يعني ولهذا قالوا بأن الترتيب سنة. ولم يقل ربنا سبحانه عز وجل فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا أيديكم أو ثم غاسلوا أيديكم أو فأغسلوا أرجلكم، لأن ثم والفاء يفيدان الترتيب مع التعقيم، أما الواو فهي لمطلق الجمع. ولهذا قالوا بأن الترتيب هو سنة ماشي واجب، بأنه سنة وحملوا فعله عليه الصلاة والسلام على النبي. وهكذا أحبتي، إذا الخلاصة باش ما نطولش عليكم، يعني هو أن الترتيب من سنن الوضوء، معنى ترتيب ماذا؟ ترتيب الفرائض مع بعضها بعضا. إذا نعاودوا سنن الوضوء، عاودوا معنا شنو قلنا؟ غسل اليدين، ثانيا المضمضة، ثالثا الاستنشاق، رابعا الاستنثار، خامسا مسح الأذنين، نعم، سادسا مسح الرأس، سابعا الترتيب. قال إمامنا ابن عاشر رحمه الله تعالى في هذا: سننه السبع اقتداء غسل اليدين، سننه السبع اقتداء غسل اليدين ومسح الرأس، مسح الأذنين، ثقب الأذنين، مضمضة واستنثار الاستنثار، ترتيب فرضه وذا المختار، ترتيب فرضه وذا المختار، يعني هذا هو المختار المقدم في الترتيب بأنه سنة، سنة مؤكدة. إذا السنة هذه هي سنة مؤكدة وضب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي نقلت كلها نقلت يعني فيها هذه السنن قد واضب عليها عليه الصلاة والسلام. نكتفي بما ذكرت ونسأل الله عز وجل أن